قبل يومين أعلن عن إصابة شاب محام في محافظة إربد بفيروس كورونا، ليصار بعدها إلى نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، ولتقوم فرق التقصي الوبائي بعملها في أخذ العينات من المخالطين له. للوقوف أكثر على حيثيات هذه الإصابة، ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي ليث الحايك المصاب بالفيروس. سيد ليث، مساء الخير وسلامات في البداية. أطلعنا على حالتك الصحية الآن، وكيف علمت بإصابتك والمراحل التي مررت بها للتأكد من الإصابة؟ إن شاء الله كل عام وانتم بخير. ابتداء اللي صار كالآتي، أنه أنا بنهاية العيد شعرت بارتفاع درجة حرارتي، وكان الارتفاع طفيف جدا، إلا أني أنا كنت غسلت وجهي وأخذت بنادول، الأمور رجعت مستقرة. يوم الثلاثاء اللي هو بعد العيد يعني مباشرة، ما طلعت من البيت نهائيا. يوم الأربعاء كان وضعي جدا مستقر وما في أي شيء عندي. رحت راجعت قصر عادل إربد وسجلت قضية فقط، وظليتني ساحب حالي ومروح، ما شفت حدا قدر الإمكان يعني. يوم الخميس صباحا شعرت أنه أنا التنفس عندي، حاسة الشم شبه معدومة، سحبت حالي وعزلت حالي للطابق الثالث عندنا بالبيت، وما خليت حدا يجي عندي، وتواصلت مع 193 و111 وحكسلوا الموضوع هيك هيك. فمشكورين يعني ما قصروا معي، وحكوا لي مباشره راجعنا مديريه الصحه. سحبت حالي، طلعت بالسياره، رحت على مديريه الصحه، اجريت الفحص ورجعت وعزلت حالي وكملت حالي بالعزل. لمتى؟ ليوم الجمعه اللي هو امبارح. برنوا علي بيحكوا لي انت حالتك ايجابيه، وبدنا نيجي حاليا احنا على البيت وبدنا نفحصك ونفحص عفوا الاهل وعشان ناخذك معنا. قلت لهم ما في مشكله، وجهزت اموري واجوا وفحصوني وودوني لمستشفى حمزة. طبعا أنا وصلت لمستشفى حمزة حوالي الساعة 5:30 6. فتت بيحكوا لي فيش أسرة، بدنا ندخلك على العناية الحثيثة. حكيت ما في مشكلة، طالما في هناك سرير في عناية في كذا في كذا عشان نكون يعني بالسليم. قلت ما في مشكلة. رحنا الباب مسكر تبع العناية الحثيثة. انتظرت على الباب حوالي نص ساعة، واقف على جري فيش إشي عمله، بس بستنى وانا مش عارف شو بدي اعمل، مش عارف وين بدي اروح ولا عارف شيء. لبين ما دخلني لجوا لعنده، قعدت حوالي ساعة الا بعدين طلعني بيحكي لي بدنا نعمل لك صورة طبقية. رحنا عشان يعمل لي الصورة الطبقية هاي، خلصنا الصورة الطبقية بيحكي لي هسه بدنا ندخلك على الغرفة. رجعني على عيناي الحثيثة بيقول لي انا الغرفة لساتها مش جاهزة. انتظرت بزيادة على هيك، وبعدين لبين ما جهزوا لي الغرفة رحت دخلت عليها، كانت الساعة حوالي 8، يعني حوالي 3 ساعات انا ما عمليش شيء غير الصوره الطبقيه اللي تاخروا اساسا عليها بدون اي سبب اي شغله. دخلت على الغرفه بحكي لها اغلبك بس للسيستر، بدي مخدي يعني عشان احط راسي عليها يعني. بتحكي لي ما في حاليا، بتستنى لبكره لبين ما يطولوا لك المستودع. وحتى اجى الشاب اللي بيشتغل هون رفع لي التخت من قدام على اساس اني انا احط راسي يعني. شوفي لوين نعم يعني اللي لكن الان سيد ليث امورك جيده في المستشفى لحد الان يعني. حاليا ما كانش في مروحه، ما كانش في مي، وبحكي لهم بدي مي، بيحكوا لي ما في هون لبين ما تشتري من برا. فالنقابه مشكوره، نقابه المحامين تواصلت معي وعطوفه النقيب والاعضاء وجميع الزملاء، وامنوا لي مروحه وامنوا لي مي. يعني إذن المي إذن والمروحه الامور اصبحت جيده كما قلنا. أثير كلام كثير عن تنقلك إلى أماكن عديدة خلال فترة عدم معرفتك بالإصابة. ما هي هذه الأماكن التي تنقلت بينها؟ ابتداء هو قصر العدل اللي أنا رحت عليه وخبرتهم عنه، وبرضه هم كانوا يحكوا أنا متنقل بعمان. أنا ما كانش في معي شيء وأنا بعمان، كل اللي صار وأنا بإربد اللي هي المشوار الوحيد اللي رحته على عمان، وفحصوا الناس اللي هناك ونتائجهم كلها سلبية. اللي شفتهم سلبيات نتائجهم هي شغلة. موضوع الصلط، موضوع البقعة، هذا كله أنا ما وصلته، ما رحت عليه ولا بعرف عنه. وفي برضو آخر فترة صار يحكوا عن موضوع الجاهة. هاي الجاهة أولا ما كانش اسمها جاهة بالمعنى الحرفي، كان عدد الأشخاص لا يتجاوز 20، يعني زي ما نصت عليه أوامر الدفاع واحتراما للقانون. إحنا ما عملنا الجمعة اللي بيحكوا عنها، وكان ما كان في جاهة. هي كانت جمعة ومعظم الناس كانت منا وفينا، يعني مش زي ما الناس بتفسر. نعم يعني كان هناك مبالغة نوعا ما في طبعاً الأماكن مبالغة. التي قالوا أنك ذهبت إليها. نعم وأنا تواصلت مع خلية الأزمات وقلت لهم اللي قاعد بيصير هذا غلط، اللي قاعد بيصير هذا في غلط. نعم نتمنى لك الشفاء العاجل المحامي ليث الحايك المصاب بالفيروس، شكرا جزيلا لك.